بسم الله الرحمن الرحيم. نحن في ليلة الأربعين نعزي صاحب العصر والزمان لهذا المصاب الجلل، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا اليوم هو يوم نصر لشعب البحرين المظلوم الذي يئن ويرزح من نير ظلم آل خليفة المجرمين. إنهم استباحوا الحرمات، إنهم انتهكوا الأعراض، إنهم لم يبقوا لنا ذرة خير وشرف وعزة وكرامة، ولهذا كانت هذه الثورة لاسترجاع العزة والكرامة، لاسترجاع الحقوق. إننا نسأل الله سبحانه وتعالى في هذا المكان العظيم الشريف أن يكون عونا لنا ضد هذا النظام الظالم. إننا نسير اليوم ونطلب من الله سبحانه وتعالى أن يمدنا بالملائكة والعون والمدد ليكون ذلك انتصارا عزيزا شريفا كريما. بالإسلام ننتصر، وبإحقاق الحق ننتصر، وبالسعي من أجل نيل العزة والكرامة ننتصر. إن الله معنا، لا تحزنوا أيها الشعب العظيم، أيها الشعب العزيز، إن الله معنا، قريب منا ما دمتم على خط الحسين. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا هذا العمل القليل بانتصار كبير في القريب العاجل، والحمد لله رب العالمين.